انا كنت بتكلم عن المرأة وكنت عايزة ارد على الاستاذ خالد من الدهلية. هو اتفضلي. بيقول ايه المانع ان منظومة السكة الحديد تكون زيها زي منظومة المترو؟ انا عايزة اقول لحضرتك يا استاذ خالد ما فيش اي مانع. الاشاعات اللي طلعت وقالت ان الفلوس اللي وجهت للعاصمة الإدارية كانت لازم تتوجه لإصلاح، انا عايزة اقول لحضرتك ان ما عمل في العاصمة الإدارية مش وانا مسؤولة، هو نائبة في البرلمان، مش من موازنة الدولة نهائي، وانا برد على الإشاعة دي على اعلى مستوى لاني استخدمت استخدام سيء فوق ما حضرتك ممكن تتخيل. السكه الحديد فعلا انا يعني انا مع المداخله الاولانيه اللي قال ان الوزير هشام ظلم، انا بقول ايوه، لكن هو احترم الجانب السياسي والتزم سياسيا وقدم استقاله لانه المسؤوليه السياسيه تحتم عليه ذلك. لكن هو الرجل كان حاطط خطه ومفعلها جيدا جدا لتطوير السكة الحديد. العنصر البشري يا أستاذ خالد من العناصر اللي اتعودت على أشياء معينة وهي الإهمال، وأنا مالي وكلمة أنا مالي وماليش دعوة وخليني في اللي أنا فيه مع التطوير الآلي اللي محتاج. لكن عايزة أقول لحضرتك من خلال أنا مش في لجنة صحيح النقل، ولكن كنت في لجنة حقوق الإنسان، ويمكن ناقشنا في إخلاء من اللجنة العام اللي فات واللي قبله تطوير السكك الحديد، وشفنا ان فيه فعلا تم تطوير عدد كبير جدا من المزلقانات، وكانت تسمى مزلقانات الموت لو حضرتك تفتكر، وقام بها الدوله. كان هناك تطوير شامل هيتم خلال الفتره الثانيه الوزير كان وضعه، واظن الوزير القادم ان شاء الله هيمشي على نفس المسار لانها خطه موضوعه لن يتم تغييرها بتغيير القائد، لانها خطه 20-30 مش هتتغير، هتبقى ماشيه على نفس المسار. ولكن محتاجة كتير جدا، من أهمها العنصر البشري اللي حضرتك بتتكلم عليه. لما المترو اتعمل كان العنصر البشري اتعين على أنظمة المراقبة والكاميرات، واتعين على أساس كانت الإدارة الفرنسية فكانت حازمة جدا، فكانوا هم واخدين على الحزم فاتعودوا على مسارات معينة. أما دول شابوا وشابوا على اللا رقابة، إن شاء الله تتغير وتبقى، بس أنا متأكدة أن المرحلة اللي جاية وكنا بادئين فعلا وهي كانت بدأت تغير، لكن حبيت أكد على أن فلوس العاصمة الإدارية والجامع والكنيسة بالذات اللي الإخوان ماسكنهم وشغالين عليهم، بقول لهم الجامع والكنيسة، ويمكن السيد الرئيس قال ذلك وإحنا برضو مصرين أقولها تاني، ده رجال أعمال متبرعين بهذه الأموال وغيرهم أيضا، ولكن ما كانوش من الموازنة الخاصة بالدولة نهائي نهائي. وهناك اتفاقيات تم وضعها وتم احنا التصويت عليها داخل البرلمان لتطوير السكة الحديد، ولكن طبعا انت حضرتك بتحاسب على الحادث اللي حصل، لكن حضرتك في تطوير اخر ونقدر ننجز ده كله ونقدر نقوله لكم بالورقة والقلم لو انا جيت في حلقة ان شاء اخرى الله او اي زميل من النقل ونوضح للناس احنا عايزين نقول احنا عملنا ايه للناس، يعني انتوا كبرلمانيين تقولوا انتوا عملتوا ايه للناس. الاتفاقيات دي يا فندم مين اللي وقع عليها؟ السيد الرئيس ومين وزيرة الاستثمار ووزير النقل ومين اللي تم التصويت عليها؟ البرلمان. الاتفاقية دي قايمة على ايه؟ قايمة على تطوير خطوط السكة الحديد بشكل معين وبشكل منظم وبشكل ادبي. في اليابان يا فندم لما خرج المسار القطر وخرج واتقلب، هل في افضل من اليابان في التطوير في السكه لا. الحديد؟ لا. بس حصل. حصل. هل حصل في نفس اللغط؟ في امريكا في اي حته هيحصل. تركيا لما اتقلب ومات 321 فرد. مصر هل حصل نفس الجدال؟ مصر مستهدفه. ما هو ده اللي انا عايز اقوله. مصر مستهدفه. هل اتدخلت الدول الاخرى زي ما اتدخل اخرين النهارده ودخلت الجزائر خرجوا ويندوا؟ مش ممكن. واحد الدول خرج ويندد باللي بيحصل؟ لا طبعا. ما حدش احنا ما بنتدخلش في سياسات الاخرين عشان هم يتدخلوا في سياساتنا. تمام. احنا الحمد لله نحاسب ونحاسب على اللي عملناه داخل البرلمان، والسيد الرئيس الفتره اللي عمل فيها الشغل اللي تم يكفينا فخرا مؤتمر المؤتمر الخاص بشرم الشيخ، المؤتمر القمه العربيه الاوروبيه و50 قائد من الدول الاوروبيه والدول العربيه موجودين على ارض مصر. أنا بقول لسيادتك يا فندم يكفي التشكيك.